أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحية الأبراج. راح تكون البداية من الحمل حتى الحوت، واليوم نتحدث عن الحمل والجانب المهني اللي اليوم راح يكون هناك ربما تكافؤ على جهودك السابقة، أو ربما تتلقى خبر مناسب لأعمالك، وربما تنطلق فرحا مزهوا بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي اللي ربما يعزز الأوضاع المهنية. أما العاطفة قد تجد نفسك اليوم في مأزق مفاجئ بسبب ربما عدائيتك تجاه الشريك، وهذا قد يدفعك إلى الحسم سريعا. وأيضا إلى جانب الصحة أوجاع مفاجئة في المفاصل راح تبقيك عاجز عن القيام بأي نشاط، وربما تلازمك ليل مع نهار. انتبه لهذه القضية. طبعا ننتبه قل له إياكم إلى مولود الثور، تخوض مجال جيد في العمل، وهذا طبعا ما راح يكون سهل، راح تكون مستعد لتحديد وتحديات جديدة. أما العاطفة راح تكون طباع الشريك الحادة ربما زادت عن حدها، هنا يستحسن أنه تدارك الموضوع قبل تفاقمه. أما إلى موضوع الصحة اليوم ربما تحاول أنه تنازع تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير، أو ربما تنطلق في مسار جديد. شعار الصحة أولا، وإلى مولود الجوزاء سوء تفاهم اليوم من بعض المحيطين أو بلبلة بسبب وضع مهني، أو ربما راح يجعلك تكشف بعض الأعداء المختفين وراء ستار الحب والتودد. إلى طبعا العاطفة اليوم راح تعالج القضايا العاطفية بلا خوف أو تردد، وتساهم في حل السلام، وربما تترقب أيضا النظر أو التباين في بعض وجهات النظر القريبة إليك. ننتقل طبعا إلى العاطفة الأخطار المحادة بصحتك، ما زالت تدوم، ولكن حال اضطراب جسدي حيويتك وقدرتك على إزالة ربما الشحوم راح تحاول أنه تتخلص من هذه الفترة سريعا. ومولود السرطان يتحدث اليوم عن شؤون مالية ومهنية ربما طارئة، وأخبار تخص أحد الأشخاص الذين ربما يشغل مركز مهم فيؤثر الأمر فيك، وهذه القضية قد تكون دوافع إيجابية لك. إلى العاطفة اليوم يحذر طبعا من مشادات مع الشريك أو من غيره، وربما يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك أيضا. إلى الصحة اليوم التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب، من شأنه أنه ينشط الدورة الدموية، أو على الأقل يحرق لك بعض السعرات الحرارية اللي تعودت أنه تأكل الأكل الغير مفيد في مسألة الصباح أو المساء. مولود الأسد اليوم ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والإنجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني. إلى العاطفة لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طلبا من عندك الوقوف إلى جنبه، فلا تخذل أبدا أيها المولود. طبعا اليوم الصحة راح تتحسن أوضاعك الصحية، وربما تبشر بأن كل ما تعرضت إلى من أمراض كانت طبعا سببها الأعصاب. وننتقل إلى مولود العذراء، ربما اليوم يكون أفضل ما لديك، وهناك أشياء إيجابية. الظروف اليوم تختبر قدراتك، وهي ما رح ربما تريد إضعافك، لأنه ما تسمح للمعنويات بالتراجع حتى لو شعرت بتعب أو ربما بأعباء إضافية. ننتقل وإياكم إلى العاطفة، محاولات الشريك لفرض رأي عليك ما راح يحاول أنه تساعد في حل الأمور، بل ربما ترددها تعقيدا وتعميق الهوة في بيناتكم. استدرج الوضع سريعا، وحاول أنه تخلص أو تقضي على كل ما كان من شأنه أنه يخالف. الصحة ربما هناك آلام بين الحين والآخر نتيجة توتر أعصاب، حاول أنه تكون هادئ في الفترة المقبلة. مولود الميزان تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وأنت تعرف اليوم نشاط متعدد وسفر أيضا ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة. مع العاطفة الوضع يشكو بهتانا أو جمود أو ارتجاف، وبنظرك انقباض عاطفي، لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجددا. والصحة لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أنه تلهي نفسك بأي شيء راح يسليك ما عدا الأكل أيها المولود. طبعا ننتقل إلى مولود العقرب، اليوم تحصل على معلومات مفيدة قد ربما تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.
أنت أيها المولود هذه السنة أو هذه الفترة فترة إيجابية من حياتك. إلى العاطفة راح تتبع قلبك وحدسك ووحيك القلبي مليء بجديد. هذا اليوم يمنحك قوة وشعور بالنفوذ. الصحة، انتبه لصحتك ولسلامة قلبك وتناول أدوية بانتظام وتقيد أيضا بإرشادات الطبيب. إلى مولود القوس اليوم، تعيش يوم جيد تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى أيضا معلومات مهمة وأخبار أيضا سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي المهني على السواء. طبعا إلى العاطفة، راح تواجه صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو ربما برودة وقلة تفهمه، لكن الأمر ما راح يصل بك إلى اهتمامه أو بالمبالاة والإهمال. الصحة، تنتبه لصحتك ولا تهمل أي عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه فورا. إلى مولود الجدي، اليوم تخفف أو تخفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة. العاطفة، يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب ربما تعاون مع الشريك ويكون على أتم الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد. اليوم الصحة، تتميز أنت اليوم بحيوية ما تعرفها منذ مدة طويلة، وحدسك الجميع راح يحسدك ويدفعون طبعا يدفعك حدسك بالطريق الإيجابي والصحيح. طبعا مولود الدلو، اليوم يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها. ربما تبدأ باتخاذ بعض القرارات الحاسمة وتقرر صقل موهبتك أملا في تحسين مركز عاطفي واجتماعي. إلى العاطفة، اليوم جديد قد تجد عند الشريك مزيد من الدفء والحنان، تستفيد من طبيعته وطيبته أيضا لألا تدفع ثمن لاحقا. الصحة، اليوم العقاقي اللي تناولتها للتخلص من بعض الآلام، آلام الظهر مفيدة، لكن عليك القيام بأي من بعض التمارين الرياضية. وأخيرا مولود الحوت، يتوجب عليك اليوم تقديم طبعا ربما تنازل أو تخفف لهجة الانفعال والتحرك بدقة تفاديا لإضاعة الوقت الثمين والفرص الجيدة. الجو مشجع ويحمل حوافز عديدة لك أيها المولود. طبعا إلى العاطفة، اليوم طريقة التعبير التي تعتمدها أخيرا تدفع الشريك إلى التقرب من عندك أكثر فأكثر، وستلاحظ هذا قريبا. وأخيرا الصحة، قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع هذا يؤثر في صحتك وعافيتك. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى القسم الآخر من فقرتي الصباحية، اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية، ونستقبل اتصالات في أول. ألو. ألو، صباح الخير. ألو، مرحبا. ألو، صباح الخير، تفضلوا. ألو، يا مرحبا، منو معايا؟ يا سلام. صراحة أنا أعتقد المتصل بعد نايم. ألو. ألو ألو، يا صباح الخير، مرحبا. مرحبا حبيبي، شلونك؟ يا أهلا وسهلا، من معانا؟ ياسمين نجلاء. عفوا، نجلاء. نجلاء، نجلاء صباحه. صباح النور. من وين يا نجلاء؟ من دهوك. دهوك، أهلا وسهلا بيتش يا حبيبتي. يا اهلا بك يا قلبي. انت يعني بخير؟ لا، انت بخير. اي نجلاء، والله بخير. نعم الحمد لله، يا ربي دوم بخير وصحه وسلامه. تسلمي حبيبتي. حابه اسال عن اختي. اي تفضلي بكل سرور. عفوا، ثمانية اثنين. شلون؟ ثمانية اثنين. اي ثمانية اثنين. اي نعم. اي واحد ثمانية. تمام. طبعا مولودة الدلو علي صوت وترابية الطبع. يلا نجلاء، شو اسمها البنية؟ اسمها؟ اي فضيلة. فضيلة؟ اي نعم. اي ايش هي ساعة الولادة لفضيلة؟ والله ما اعرف بالضبط، بس يعني بعد العشاء بالليل يعني. طيب اسم الوالدة شنو؟ اسم الوالدة شنو؟ فاطمة. فاطمة؟ نعم. يلا أوكي. يلا حبيبتي نجاء، شنو راح تسألينا عن؟ أسألونا عن نصيب. أي. نعم. تمام. وبعد شنو؟ عن الصحة. فقط النصيب والصحة؟ نعم.
اوكي يلا نجلاء، راح نتحدث احنا مره ثانيه عن صفات بالنسبه لفضيله. اذا كانت هذه الصفات تنطبق عليها يا ريت تاكدي لي بنعم حتى اكمل حديثي عنها. اوكي تمام. من صفات فضيله فوق المتوسط، يعني نقول شويه بها طول. اي نعم. وانا حيفه. صحيح كلامي صح؟ صحيح. احنا نسميها غمازات، نسميها نقر اثنين على خدود. من تضحك؟ ما موجود. يلا لان هاي روح الوجوه الثانيه. عامه هاي اغلب الصفات اللي بارزه معاها. طيب كانت معها حالة عصبية أو تشنج هذه المولودة، كأن يكون رجفة أو شيء من هالقبيل؟ حالة عصبية. سابقا كانت تكون عندها هيك حالة؟ إيه. صحيح؟ إيه صح. تمام أوكي يلا. هسا نحكي عن جانب النصيب أو سبب تأخر هذه المولودة بالارتباط أو جانب الارتباطات. تمام. طبعا انا اشوف علاقه مقطوعه، كان يكون قران، كان يكون علاقه، كان يكون تقدم ما تم. صح؟ أوكي. صح؟ والله ارتباط يعني ما صار هيك شيء انه ارتباط. مو ارتباط، انا احكي عن علاقه، قد تكون خطوبه، قد تكون شخص، قد يعني عامة في شخص يعني كانت في علاقه معينه وانتهت. اوكي. شيء مقطوع صح؟ صح. تمام اوكي اسمعيني، لهذه المواليد اللي راح تكون على منتصف شهر ال 11 تخدمهم الظروف، وهناك قرانات حلوه ايجابيه. للعلم في طالع هذه المولوده اثنين ذكور، اثنين اولاد اذا تزوجت في شهر معين من الابراج اللي تخدمها او تدعمها هذه الفتره. معاها اثنين ذكور للاولاد، والشخص اللي يكون شريك حياتها يكون شخص يعمل في مجال التعليم. شخص يكون اكبر منها بسنه او سنتين. يعني ليش راح تقولي لي ليش؟ لان بعض الافلاك تخدمها او من بعض احدى الافلاك اللي تدل على شيء للعلم والمعرفه، وهذا ما قد يحدد او ربما يشاكل او ربما يقرر على انه الشريك يعمل في مجال التعليم او شيء من هذا القبيل، او ربما يعلم شيء. اوكي ترتبط هذه الارتباطات وتستمر معاها الى شهر الواحد. الأمور إيجابية إن شاء الله، ولكن في عارض مع هذه المولودة اللي كان يسبب لها حالة العصبية والتشنجات، أو اللي كانت قلقة، أو اللي كانت معها شيء من الخوف، أو كانت تأدي شيء كأنه بشيء من الرجفة أو العصبية. أوكي؟ فهذا هو الموضوع. يعني بصراحة ممكن تناقشينه ويانا أو تحكين ويانا على صفحة برامجنا زاغروس بي العربية، ممكن على صفحة الموقع من عيون النصارى ذكر السبب، ونحن نساعدك بها حتى تستقبل الأمور الإيجابية اللي راح تكون إن شاء الله على القادم، تحظى بفرص إيجابية ومساحة ممكن أنه تخدمها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حبيبتي يا نجلاء. يا أهلا وسهلا بيك، مية هلا. طيب معنا اتصال هاتفي آخر. صباح العافية، مية هلا. اثنين. اي نعم ميس الامير معاش فقرة الابراج، صباح الخير. صباح النور، انا ام زهراء. ام زهراء من وين؟ من محافظة البصرة، انا هاي اول مرة اتصل عليك. يا مرحبا باهالي البصرة الكرام. صار لي شهرين اتصل معهم. يا حبيبة قلبي نورتينا ومية هلا بيج. مية هلا مزهورة. منو فاطمة؟ منو شنو تكون من عندك؟ صير اختي. اختك؟ ايه فاطمة. مواليد 2002. ايه 29 ايش قد؟ لا 26/8. 26/8 تمام؟ ايه تمام، مواليد 2002 26/8. صح، مولودة العذراء. ايه صح. وعطارد هو حاكم برجها، اما طبقها ترابي. بعرف عن النصيب، عن القصه مالتها. يب، عن النصيب. ايه. ساعة الولادة شنو عندها؟ والله ما اعرفها. طيب ما تعرفيها، طيب اسم الوالدة شنو؟ امها صالحة. صالحة؟ اي صالحة. صالحة. اوكي. صالحة. يب. اسمها صالحة. اي صالحة. يب. راح نحكي عن فطومة. فيما يخص فطومة فاطمة،
طبعا اول الاشياء فيما يخص النصيب او يعني القران او شيء، كانه اللي متقدم او ربما اللي راح يكون من نصيبها او ربما كانت علاقه او كان حديث يخص شخص لابن عم او خال او شيء من ارحامها. ابن خالها بس ما طبقوا يعني ما رضوا بي. صحيح كلامي؟ اي صحيح. ادري اني يا ام لا ما تدري. صحيح؟ اي صحيح. ابن خالها بس بطلوا ما صارت قسمه. تمام. شوفي اللي قادم للخطوبة هذه الفتاة يكون شخص وحيد لأمه وأهله، قد يكون هو البكر لأهله. إيه. تتشوفين نصيب حلو ما شاء الله على فطومة شطورة. للألم بس تنتبهون، يعني مسألة العين أو مسألة علم الحسد جدا واضح مع هذه المولودة. تعاني من شيء في منطقة البطن أو ربما كان معاها عملية زائدة دودية عملتوا لها؟ لا يعني دائما مقاطبها وها هيود عنها. اي حبيبتي يعني دائما صحتها مو زينه. تمام. هذه حبيبتي من علم الحسد، البنيه عندها عارض جدا العين، يعني احنا نسميها طاقه. أيه. هاله سلبيه من عيون البعض يعني، فخلي أيه. خلي تكون اي شيء من الرقيه تسمعها راح تكون عافيتها تمام وامورها ايجابيه، معاها افراح جدا حلوه تستمر الى منتصف شهر ال 12. أنا أشوف تاج أو إكليل، مو أني أشوف الفلك يقول تاج أو إكليل، وتكون هذه الفتاة إن شاء الله مسعودة جدا، مسعودة الحال يعني على القادم. تتميز يعني نصيبها حلو زين؟ مو قلت لك نصيبها حلو، بكر أمه وأبوه هذا تقريبا اللي واضح اللي طالع. نصيب إيجابي إن شاء الله، قولي يا الله. يا الله تتميز يعني دائما شعرها يقطع ما أعرف ليش. أي حبيبتي، إي هو هاي من داء العوارض والعين والحسد اللي معاها. جدا يعني هذه المولودة طاقة سلبية بها هواية. روحي لرقية، رقية شرعية أو شيء من هذا القبيل، راح تكون الحال بأحسن ما يكون، لأنه هو إحنا علم الطاقة السلبية والإيجابية موجودة بكل الأحوال، موجودين مثل ما أنت تشوف موجودة بالبشر، حتى موجودة وين ما كان موجودة، يعني حتى من الجو ترى إحنا نقدر نستقطبها، فهي ممكن أنه تستخدمها من الجو، ممكن تاخذها أيضا من البشر، معها عين هاي حبيبتي. فيلا اعملي لها رقيه وان شاء الله يا رب بخير. تتميز يعني هذا الولد يعني زين محترم؟ والله بعد صغير اني دا اشوفه، يعني لسه مقتبل الامر حلو، يعني ما شاء الله ما شاء الله، لسه بدايه حياه، يعني لسه بعد انه شباب، لسه في بدايه حياته، هذا مو كبير يعني. يا رب بخير ان شاء الله، السعاده والافراح لكم يا عيوني. ان شاء الله. شكرا لك يا عيوني. انت اهلا وسهلا بيك وميت هلا حبيبتي عيني ام زهراء من البصره، نورتينا، مرحبا. طيب يلا معنا اتصال هاتفي اخر. الو مرحبا. الو مرحبا مرحبا. اي حبيبتي ميس الامير معاك، تفضلي. مرحبا زينه. عفوا منو؟ انا زينه وياك. شنو صوتك؟ مو زينة. من وين زينة؟ نورتينا. زينة من بغداد. زينة من بغداد، أي منطقة بغداد؟ زينة من مدينة الصدر. الصدر، حي الله وأهلا وسهلا بكل متابعينا. أي زينة تفضلي، شلون أساعدك حبيبتي؟ عن حياتي. حياتك، اللي هو أنت زينة بنت منو؟ بنت كريمة. أي. أي بنت كريمة. يلا زينة بنت كريمة، اوكي. زينة، شنو ساعة الولادة بأي ساعة؟ مولودة؟ ما تعرفي. خلاص. يلا 3/8 أنت؟ 3/8. إي نقول 3/8 أنت مولودة. الشمس حاكم برجك، طبعك ناري. مولودة 83 أنت؟ إيه. تمام. يلا. زينة. نعم. شنو تسألين عزيزتي؟ أنفسي. عن شنو؟ عن النصيب؟ اي عن النصيب. تمام. يلا زينة. نعم. حبيبتي. زينة أنا قبل لا نبدي ب موضوع إنه يعني نحكي عن إيش المسببات أو شلون ممكن إنه أساعدك، نحكي إحنا الصفات أو الشكل اللي تبرز معانا أكثر يعني. فمن الصفات والشكل اللي واضحة معاك يا زينة. أي. إنه فوق المتوسط مربوعة الجسم. لا لا. تحت؟ لا يعني لا ضعيفة ولا ثانية يقولون. اي ما اقول انا يعني مع المتوسط، يعني مع المتوسط انه يعني لا طويلة ولا، تمام؟ عامة بيش سمار شوية. اي
معك سمر؟ اي صفراء. مو صحيح؟ صفراء. اي صفراء. تمام حبيبتي. يلا اول الاشياء يا حبيبتي يا زينة، قبل انه نبدي للنصيب يعني عن الجانب الصحي، دائما راقدة انت صح، مسوية فحوصات او تحاليل، معاك نقص من الدم كلش واضح. صحيح والله. صح كلامي؟ اي والله صحيح. تمام، انتبهي لهذه الحالة لا سمح الله، لانه اكو اشياء باي باي. باختصار شديد تابعي لكريات الدم البيض رجاء. تدرين ليش؟ أي. لان انت على حافه خطر، اسم الله عليك. الله يسلمك. اي انت اذا متابعه تشوفين فقر الدم ده يرجع لك اكثر من مره؟ اكثر مره كلش. صح؟ قبل شهرين سويت. صحيح؟ حاليا طلع عندي نقص في الدم. حبيبتي كريات البيض عندك بها مشكله. اي روحي تشيكي لنا على الكريات البيض، ويا ريت تتصلين بيا مهم. لانه لو شنو ما سويتي راح تتكرر هاي الحالات معك. طبعا هذه اسم الله الرحمن تؤدي الى حياتك، فقدان حياتك. فعاود الاتصال بينا مرة ثانية، راح أفهمك شنو هي الخطوات اللي ممكن تسويها، حتى إن شاء الله يا ربي يعني أنت صحة وسلامة وإن شاء الله بعد تشابه. أوكي نرجع نرجع عن نصيب. يوم وقعت لنفسك عن نصيب يوم يوم النصيب. يلا يا نصيب تعال عيونش عندنا غير النصيب إحنا. يلا زينة النصيب كالتالي. بس زينة خليني اسال السؤال، ايش هاي العلاقه المقطوعه اللي طالعه معك؟ منفصله. طالع انفصال صح؟ أي. كلامي صح؟ صحيح. هسه لحد هسه القراءه من ايش قد؟ 100 200 مليون؟ فوق المليون. عاشو. يلا تعالي زينه الشخص اللي راح يكون شريك لحياتك مع 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 ميزان، او ربما من مولود الميزان، او ربما شخص عادل حيل بين شخصين، ربما تكونين انت الثالثه، او شخص انت تعرفيه ومحددته وتسالين عنه، اكو شيء في بالك بشرفك صح؟ والله صح. لا يعني ما عندي واحد حد الان. ماكو. شوفي شو مزلقناها. ها زينه مزلقناها السالفه. والله ماكو. ماشي يلا 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 يلا. اذا ماشي اذا ما كان موجود بعد لسه ما واصل النجم اللي اليك، فالقضيه كالتالي. غريب لو قريب الان على الشخص اللي واضح معاش. لا غريب هذا. غريب. اي احنا بعدنا ما طلعنا على القريب او قريب للمحيط منطقه او شيء من هالقبيل. هذا في شخص طويل القامه، شعره بيلون شويه حمار او هيك شيء ملتحي. هذا ينظرش من بعيد، او ربما ناطر منك خبر من بعيد، او يوصل لك خبر من بعيد ايضا. ما اعرف شيء. أي هذا ما تعرفين بها سهم صاروا اثنين. يا رب خير ان شاء الله. إن شاء تستمر الله. هذه الفتره وهذه المرحله الى منتصف شهر ال11 تستمر معاك هذه ان شاء الله الارتفاعات. رغم هذا الموضوع في عندك قران، والقران جدا ناجح، وربما معاك في طالعك اثنين ذكور اولاد اذا تزوجتي في شهر قمري محدد. نحن نعرفه جماعه الفلكين يعني مو انت، او بعكسه تكون عندك ولد وبنت، يعني امورك ايجابيه ما شاء الله. تمام تمام. ها مو متزوجين مو ما تعزمينه ترى نزعل. اول ناس ابو الزوم ترى نزعل. اي ان شاء الله قريب لو بعيد الوقت. قريب لو بعيد تعرفين؟ ها؟ زينه انت مريضه وينك وين القريب والبعيد؟ داري حالك هسه تروحين للرجال معلوله شلون بالله؟ ايوه حديث عن اختي فدوى. حبيبتي والله قريب منتصف شهر 11. حكيت عن اخي فدوى اول مره اتصل فدوى. انا ما ادري اخي المخرج شو يقول من رخصتك. طالب طالب مفتوحه خطوطين غيرك يعني. بس يلا فدوى. يلا قبل خير. يلا زينب كريمه 25 سنه تحط بعيد. بس على كيفك زينب بنت كريمه 25 سنه. اي خليني ثواني 25 سنه. اي ما متزوجه. تمام خليك معي. ها عيني شلون؟ يا عيني ديوح. اي والله ما محتاجه شيء ابد. مولودة الحوت. اي اي زحل حاكم برجها وطبعها معي. اي زينب ما نحكي عن صفاتها احنا. زينب قبل طالعه الصفات عندها وطالعه العوارض وكل شيء طالع عنها، اوكي؟ شوفي شوفي زينب، زينب شنو تعمل؟ مجال بيع شراء شيء؟ اكو شيء يفوت من يمها ويطلع تبيع تشتري؟ والله صراحة كل شيء ماكو، قاعدة وساكنة في البيت. طيب
اكو نيه او اكو شيء او في بالها شيء او ربما راح يحدث حدث انه تكون كانوا تبيع او تستلم او تنطي او معها ارزاق تترتب واضحه قريبه عليها هذه الفتره. لا والله صراحة ما اعتقد بعيش كل شيء ماكو. هذا ربك رزاق بعد. يعني الله يعني قاعدة مبشرش انه اكو اشياء مدخرات او اكو بيع او شراء او شخص يكون قارب عليها انه يعمل في مجال تجارة او بيع او شراء. عامة في ارزاق قادمة على هذه البنت. تمام؟ تبدي على النصيب. اي هو نصيب مو جايك النصيب يا عيني تسمعيني. ها اي 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 خير عاد هي منين تبيع وتشتري خطايا؟ يلا اسمعيني. على منتصف بداية السنة الجديدة لمواليد الحوت، طبعا احنا لسه ما سوينا اي خارطة فلكية او ما يعني ما انطينا توقعات السنة الجديدة، لكن هاي احنا بس لانه دتجين تسألين عن ايش البداية راح تكون. تبدي عندها بداية من منتصف شهر 12 تستمر الى شهر الواحد على بداية السنة القادمة، معاها اشياء جدا ايجابية وتنتقل من مكان الى مكان او من منطقة الى منطقة او من بلد الى بلد، يعني معاها خطوات حلوه، معاها نقلات كبار ايجابيه، ونحن في علم الفلك ربما يعني نرجعها اما يكون بلد او تكون خطوه جدا كبيره على مستوى حياتها او نقلات لحياه هذه المولوده. يا حبايب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك واهلا وسهلا بيك. تمام. يا معنا اتصال هاتفي اخر ولا شو؟ الو؟ الو؟ الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح العافية ومية هلا. ميس الأمير؟ أي نعم ميس الأمير فقرة الأبراج قناة زاجروس تفضلوا. صباح الخير تتمنى. صباح العافية ومية هلا عيوني. منو معانا؟ منو معانا؟ خلينا نتشرف بكم، منو معانا؟ خديجة. خديجة شلونك؟ هلا. من وين انت خديجه؟ من البصره. البصره اليوم اهل البصره حضور حلو بعد قلبي في الدول عينك. انا اموت انا كلش احب اهل البصره خديجه في الدول عينك حياتي. ايش قد؟ 76. 76؟ اي اي 13 5. نقول 13 5 انت؟ اي اي 13 5. سيد وداعة الفراسي تحسيني على الساسة صار مولودة الثورة. أيه. انتي انا العافية والنصر. الزهرة الترابي. المنو هاي القراءة حبيبتي؟ ها؟ المنو هاي القراءة إليك؟ اي إلي. تمام. بس اسمعيني يا عزيزتي خديجة شنو تسألينا بالضبط انتي؟ عن النصيب والعافية. النصيب والعافية. تمام خديجة قبل كل شيء قبل لا تروحين انا حتى ما محتاج اخذ صفاتك. اسمعيني خديجة. نعم نعم. انت ساعة الولادة ياس ايش وقت جيتي للدنيا؟ ما اعرفها. طيب اسم الوالدة؟ حياة. حياة. اسم والدتك حياة؟ ايه. تمام خديجة. نعم. الزوج الاول او القران الاول انت اطلاقا غير متزوجة؟ لا ما متزوجة. ما متزوجة. تمام. يلا إذا هذا الوجه الثاني اللي دا يعرج معاك أو ربما يبين معاك. أوكي تمام. اسمعيني خديجة. نعم. الفلك يخدمك على الفترة القادمة اللي راح تكون. إيه؟ راح تكون لمولودة الثور. طبعا مولودة الثور تشوف أهوال من الرجال. يعني إيه؟ بمعنى أنت تكونين من الوجه الأول. إيه؟ أوكي. الوجه الأول يكون لا سامح الله في طالعك ثلاث قرانات، يعني ربما واحد يكون خطوبة ويفسخ، والثاني ربما يكون زواج وتفسخين، والثالث يكون أحسن قراناتك. والرجال البيض إلك أحسن من كل الأبراج، يعني لو كنت تريدين تكون علاقة ناجحة شخص الرجال البيض إلك أفضل من كل الأبراج، يعني تناسبك أكثر، ويكون معاك ثلاث مواليد قد يكونون اثنين إناث وولد، وقد يكون بالعكس مع زواج في شهر قمري محدد أنت يكون مع، يعني إذا تزوجتي. تمام؟ لكن تكونين مسعودة الحال لأنه حاكم برجك هو الزهرة، والأبراج أو حواكم الأبراج تكون من الزهرة. هذه الأبراج ما تفتقر إطلاقا، يعني ما تمر بمراحل عوز ولا راح تتأثر ولا راح تكون تعبانة في حياتها المادية. ها؟ اوكي؟
اكو نصيب يعني؟ اكو نصيب، اكو نصيب ان شاء الله يا رب بخير. والله هذه الفتره قريبه عندك، جدا قريبه عندك. الصحه، الصحه انت تعانين مفاصل، المفاصل جدا واضحه معك، تمام؟ على الاغلب عندك منطقه الركبه، واحده من الرجلين منطقه الركبه، كان يكون حادث معك او كان يكون واقعه وصاير معك هذا منطقه الركبه. عندك الصابونه بالعاميه نسميها تطفر تصعد؟ اي صحيح والله صحيح. قولي والله. والله اريد بعد والله. والله روحي صحيح. ماشي حبيبتي، اسمعيني يا خدوجه، المواضيع المواضيع جدا ايجابيه، ان شاء الله تستقبلين افراح حلوه، رغم انه مواليد ثوب جدا جدا مرحه، انت صاحبه نكته وصاحبه ظرفه وكلام حلو وكذا وهاي. يعني قريب قريب شو انا وين احكي وعي عمي؟ والله زواج هذه السنه اكو بعد، شو تريدين؟ يلا وعلى منتصف شهر 12 ان شاء الله راح يكون. بس شلون شلون خدوجه، خدوجه لازم تخابرين على الجو تبشري، لان احنا نجيك البصره ما تصير. وانا يمكن 3 اشهر اخابر وما حصل. اوف 3 اشهر تخابرين وما تحصلين؟ اي والله. لا احنا اليوم مش قد سعيدين بسماع صوتك. يا عيوني وجهك الحلو اللي يجنن عيوني خدوجه، ربي ان شاء الله صحه وسلامه وتوفيق وحياه سعيده مليئه لكل متابعينا والك بالذات يا خديجه، شكرا جزيلا لك حبيبتي. يعني والله سعادتي مشاهدينا الكرام لما اشوف محبتكم وتقديركم لقناتنا ولفقرتنا الصباحيه والتعليقات الكثيره اللي توصلنا، اشياء جدا مفرحه بصراحه، نحس انه في ثمره، في شيء نقدمه لكل متابعينا، اكو فقره حقيقيه، اتصالات فعلا الكل راضي، يعني صراحة أنا أعتقد أنه هذا أقول بشي قيمة أنه أنا حققت شيء، فصراحة أنا كلش راضي عن نفسي، يعني طالما أنه أنتم جدا معاكم يعني إحنا شو نسمي قبول رضا، هذا الإقبال الكبير، محبتكم وودتكم أنه هذا نجاحنا ووسام نضعه على صدر قناة زاغروس ثم على صدري أنا اللي دائما أكون معاكم، وتسعدني طبعا اتصالاتكم ومشاركاتكم. معايا اتصال هاتفي آخر ولا؟ السلام عليكم. صباح العافية ومية هلا. جانب حياتي. يا عيوني الغالية، منو معايا؟ حياتي نهى. منو؟ نهى. نهى؟ إيه. من وين يا نهى؟ الأنبار. أنا كلش أحبك ومستعفة. يما فديتك أنا، طوايفة هلي والله، شلونك؟ الله يسلمك. نهى أهل الأنبار يموتون على قناة زاغروس. أموت عليها وأنت كمان أموت عليها. يا قلبي أنت حياتي، أنت فدوى لعينك، ربي يحفظك. شلون حياتك؟ فدوى لوجهك، حافظك الله، شلونك شخبارك؟ والله الحمد لله مستعفة لك. أني كوما كوما كوما. اشكرك حياتي والله هواية ادب عليك. يا عيوني احنا اليوم اذا سعيدين سمعناك يا نهى. اي والله واني اسعد لان سمعت صوتك. فديتش والله. يلا نهى شلون اساعدك؟ والله بس عن الصحة ولا عن شنو؟ الصحة وشنو؟ الصحة والرزق. الصحة ورزق، اليوم صحة ورزق اهل الانبار. زين والله صحتي حلوة وزينة. سلامتك الف لا بأس عليك. نهى ايش قد العمر؟ 1995. 95؟ اي معودة بعد الشباب. يا 15/7. 15/7 انت؟ اي اي مولودة السرطان؟ اي نعم. القمر حاكم برجك وطبعك مائي. اوكي ماشي نهى. نهى نعم. بس ساعة الولادة لا حتعرفيها ولا؟ والله ما اعرفها. اي اسم يعني اسم الوالده؟ يعني مو اول مره متصله ترى، هاي ثاني مره تفرق. اه زين حلو جيد. طيب نهى فيك زين صديقه البرنامج. اه صديقه البرنامج والنعم والله ومية هلا تنورينا واهلا وسهلا بيك. نهى ايش اسم الوالده؟ اذا طالما تعرفين ساعه الولاده. خاتون. ايش؟ خاتون. خاتون؟ اي نعم. ماشي غير اسم حلو هذا. اشكرك. حبيبتي يلا نهى بنت خاتون ويساوي. اوكي اسمعيني نهى بس قضيه اولى خليني اسالك عنها، تسالين عن مساله الرزق الك ولا لشريكك؟ لا والله الي يعني البيت نحن. لا مو اكو فرق بين الشريك وبين انت كمولوده. لا لا الي الي الك انت. زين اول الاشياء يا خاتون خلي اقول لك قضيه، نحكي بصراحه؟ احكي. اكيد أكيد. حتى إذا أكو شوية أمور حياتية جزء ما تقدرين تقولين بيها على الجو؟ عادي حبيبتي. عادي ممنون. زين سؤال، أشوف بعد بينك وبين الشريك، وين هذا؟ شلون؟
اشوف بعد بينك وبين الشريك، وينه هذا؟ انا ما عندي اي، حتى شريك ما عندي. يعني ما انت غير متزوجه؟ لا لا ها؟ لا لا يعني غير متزوجه انت؟ اي نعم. بعد ايش عجب تساليني عن الرزق والصحه بس؟ ايش عجب والنصيب؟ ما انا عندي شان مهنه يعني كل ما اجي اشتغلها ما دعا تنفتح بوجهي. اوقف يمك وانا اكمل لك. يلا اذا كلامي صحيح فعلا انه شريك بعيد، انه ما في شريك صح؟ شلون يعني؟ اذا كلامي صحيح ما في شريك بعيد. اي ما في شريك لا. صحيح كلامي تمام؟ اي صحيح 100%. حبيبتي اسمعيني طبعا يعني انت الفتره القادمه لمولودك السرطان في معك ارزاق حلوه حتى على مستوى الزواج والقران، يعني انا اشوف شخص وجيه يعني بين عشيرته او ناسه يعني يكبرك بشويه او نقول بالمتوسط من عمره، كبير كبير شيخ ناس عشيره يعني ابراج من حواليه كثيره، فيبين هذا انه من الاعيان، شخص من الاعيان يعني اوكي. وراح يكون لك طبعا من طريق صدفه ها، من طريق سيده ايضا راح يكون لك هذا الموضوع. فيما يخص مساله الارزاق اللي معك او في بالك مشروع، هذا المشروع قد يكون قد يكون محل دكان بيت شيء هيك باين، يعني شغله بالكواسير وهي شغلات. هسه انا قاعده غلط له لا؟ صح كلامي ولا؟ كل حكي صحيح. هو محل بيت شيء، والا اذا كان اذا كان غير البيت، اذا كان غير الكوافير شو يسوي بالبيت او المحل؟ صح؟ صح صح كلامي؟ اي صح. فالامور ايجابيه وانا اقول لك انطلقي وانت عندك رزق غير اعتيادي، كلش حلوه هاي الفكره. والمشروع جدا ايجابي وفي عائدات وفي اشياء مشجعه جدا. معاش مراه قصيره او سيده او بنت شجعك يعني اقصر منك بشويه؟ ايه صحيح ماما. اي فهذه السيده جدا شجعك على هذا الموضوع ويعني كلش جنب الى جنب معاش. الموضوع ايجابي وناجح وخير من الله، توكلي على الله وقولي يا الله. ولكن مو بنفس المكان اللي انت تفكرين بيه، اللي تفكرين يعني بيه مصاري. الا الزواج؟ لا 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 مو الا تتزوجين. هذا نصيب الزواج صاير شيء احنا نسميه خير، شيء خير من الله جاي توحد هذا. بس المحل اللي انت او المكان اللي انت تفكرين تسوين بيه المشروع مو هذا، مكان لاخ غير هذا. فهمتيني؟ اي فهمت. تمام يلا نوها ان شاء الله الصحة والسلامة. الصحة الصحة يعني هي مسألة الرطوبات ترى مو اكثر، وانت يعني شويه لا 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 ما عندك اي شيء، انت تتوهسين هوايه من نوع اللي ما اسميها طاقه سلبيه، بس انت من نوع اللي كلش حساسه، هذا هيجي هذا هيجي هذا، فشنو احنا نسميها طاقه سلبيه، انت تجيبين طاقه سلبيه هواي لك او لمحيطك، ومن النوع اللي شويه مدلعه نفسك، دائما تنامين دائما تكسلين دائما وتريدين الشيء يجيك على الحاضر. فحبيبتي نهى صيري نهى صدق وقومي لحيلك، ماكو شيء لازم يعني تكونين ها قوية حتى تقدرين تحققين مشاريعك وتحركاتك الصحيحة. يعني ممكن سؤال؟ جواب؟ النصيب راح يجيني الرجال خما متزوج. لا ما اريد اقول لك. ها؟ ما اريد اقول لك. انت هسه بيوم اللي يجي تذكريني. وهي تبين عندك وانت بعد صاحبة القناة، انا ما لي علاقة بعد. ايه من يجي على بيت علي تفضل دقي لي، باعي اكو غيره ترى ها، بس هو يعني اقرب الاشياء هو طالع هذا، هذا اللي غيره يكون شويه يعني مع عمرك او تحت من عمرك بسنه. ايضا شيء ايجابي او ربما تلميح انت حاسه او سامعه عن هيك شيء، يعني واصل لك تلميح او ربما اكو اشارات او ينظرش من بعيد او عامه في حدث مع هذا الشخص. يعني إذا أنت ما جبت تنصحين يا الأحسن هذا ولا هذا؟ والله اثنينهم اثنينهم كلش مناسبين لك. يلا اشكر شكرا على الخبر. حبيبة قلبي الغالية نورتينا وأسعدتينا، مية هلا بيك يا عيوني. إذا مشاهدينا الكرام فقرتي الصباحية انتهت، لكن لقائي بكم يتجدد وحبنا ومودتنا لكم. شكرا جزيلا للي اتصل وحاول انه يسمع اليوم الأفلاك وكل توقعاتنا، وأيضا العذر الشديد للي اتصل يعني ما حالف الحظ اليوم، الحظ الأوفر إن شاء الله للجميع. نعود وإياكم مرة ثانية مشاهدينا إلى طبعا الاستوديو حتى نكمل باقي فقراتنا الصباحية مع زملائنا إلى هناك.